التفاصيل. إذا كان جل مربي الماشية يسمنون الأغنام للحصول على أكبر مردود من اللحم اعتمادا على أنواع معينة من العلف مع الحفاظ على صحة الخراف في حظائر مناسبة، فإن هناك نوعا آخر من التسمين يعتمده بعض التجار مع اقتراب عيد الأضحى لتحقيق ربح سريع ولو على صحة المستهلك. قصدت السوق لاقتناء أضحية العيد، لكنني أخاف من السقوط في مصيدة بعض التجار الذين يلجؤون إلى تسمين الخروف باستخدام حقن ومواد كيماوية، وهو ما يصعب علي اكتشافه. هناك بعض الكسباء أو الوسطاء يعتمدون أساليب مغشوشة لتسمين الأكباش، حيل يبررونها بغلاء الأعلاف والسعي إلى الربح، وقليل من يتقي الله في المستهلك. طرق احتيال متنوعة لزيادة حجم ووزن الخروف لخداع المستهلك وإسقاطه في المصيدة باستعمال الأعلاف الخاصة بالدواجن أو إضافة مواد كيماوية وعقاقير طبية إلى الأعلاف، كما يلجأ بعض التجار إلى استخدام الخميرة أو الملح أو تجويع القطيع يومين أو ثلاثة، لا يقدمون له إلا الماء مع قليل من الكلأ من أجل نفخ الكبش ليبدو أكثر امتلاء وسمنة. هذه الطرق المغشوشة للتسمين لا يستخدمها الكساب بل بعض الوسطاء باستعمال أعلاف الدجاج شهرا أو شهرين قبل العيد، وهناك من يستعمل الملح، إلا أن ضرر هذه المادة كبير على صحة الخروف. أنا نجحت ماش تصحني، أنا نجحت التصحاق، أنا نجحت قوني الخرافات. عينك مزيانك الحولي مزيان، غير تشوف فيه كتعرفوه، غير بالعين ديالك كتعرفوه بلا ما يقول لك شي واحد على شي حاجة. واش غتميز اللي معلف هذاك المواد واللي والله راه باين الآخر كيكون صحيح بزاف، وهذا كيكون عادي، الصحة ديالو عادية. صافي هادشي اللي كاين. تسمين الأضاحي في أقصر وقت ممكن بطرق غير مشروعة يشكل خطورة بالغة على صحة الماشية والإنسان على حد سواء، وأخطر ما في الأمر أنه يصعب على غير البياطرة والعارفين بأسرار التسمين معرفة الأكباش الطبيعية من غير الطبيعية. المصلحة البيطرية بالحسيمة تؤكد أن احتمال التسمين غير المشروع للماشية بالريف وارد وإن كان ضعيفا للغاية. السوق ديالها محدود، يعني ما غاديش يكون إقبال على الطرق هذه، ولكن واخا هادشي المستهلك خصو يرد البال أن كاين ممكن الناس يعطيو هاد الشناقة، يعطيو الملحة باش يبان الحولي من فوق، ولا يعطيو الخميرة إلى آخره. وكنوصيهم أنهم خاصة يمشيو عند الناس اللي كيعرفوهم اللي كيتعاملوا معهم، وكتبقى المصلحة البيطرية يعني فاتحة الأبواب ديالها باش يراقبوا الأكباش قبل العيد، قبل الذبح، وكذلك بعد الذبح. الجمعيه ديال حمايه المستهلك كدير مجموعه من الانشطه التحسيسيه في هذا المجال هذا، وكتخلي رهن الاشاره ديال المستهلكين يعني القيم بالاجراءات ديال ولا تقديم الشكايات فيما يخص يعني هذا النوع ديال العمليات اللي كيقوموا بها يعني بعض الانواع ديال الكسابه اللي الاغلبيه ديالهم كيكونوا خارج المنطقه ديال الحسيمه. سنويا يقع العديد من المستهلكين ضحية لحيل التسمين غير المشروع للأضاحي، ولا يكتشفون الخديعة إلا يوم النحر. هذا وينصح المستهلك باقتناء الأضحية من كساب معروف ومراعاة الحالة الصحية للخروف وتفادي شراء أي كبش معروض بطريقة معزولة.